أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن خفض النفقات الحكومية في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022 يعكس جليا أن الحكومة بدأت بنفسها عند إعداد مشروع الميزانية، وذلك من خلال تقليص مصروفاتها التشغيلية مع مواصلة تحسين جودة وكفاءة الخدمة الحكومية وتحسين آليات عملها وتطوير أدائها، واضعة مصلحة المواطن أولا والمصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، منوها بأنه روعي عند إعداد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين المقبلتين الحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجا، وكذلك الالتزام بتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي وأبرزها تحقيق الإيرادات غير النفطية حسب الخطط المرسومة لها بما يعود نفعه على الوطن والمواطن. جاء ذلك عقب موافقة مجلس الوزراء على الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022 وإحالة مشروع بقانون لاعتماد الميزانية إلى مجلس النواب وفق الأطر القانونية والدستورية، حيث أشار معاليه إلى أن انخفاض أسعار النفط العالمية وتباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا استوجب التعامل مع المعطيات الراهنة، وهو ما انعكس في الميزانية العامة للسنتين الماليتين المقبلتين عبر اعتماد تحفيز ودعم التعافي الاقتصادي والمواصلة في خلق فرص واعدة للمواطنين بما يسهم في تحقيق أهداف البرنامج الحكومي والاستمرار في البناء على ما تحقق في مسيرة التنمية والتطوير لمملكة البحرين. وأعرب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني عن تطلعه لتعزيز التعاون الإيجابي والعمل المشترك بروح الفريق الواحد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لاعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين بما يحقق الغايات المنشودة ويحفظ حقوق المواطنين.